شو هالمسحة المريضة هاي؟ جامبات، مين اللي جاب هاد لهون؟ مو حدا، ملاقى محل ورد. مين ممكن يعمل هيك مقلب فيكن؟ وليش وشو قصد يعني؟ ما عم افهم شي، شو هذا اللي عم يصير سيد هارت؟ سيد هارت بتعرف شو؟ بدي حاكي عايشة فوراً. سيد هارت سمعت شو عم قول؟ بدي حاكي عايشة هلأ. سيد هارت عم حاكيك، اسمعني. روشني سمعتك، بس شو بدي اقلك يعني؟ عايشة منيحة كتير ولا شو هالتليفون؟ انا حكيتها من شوي. حتى لو حكيتها من شوي انا بدي حاكيها كمان واطمن. شو قصتك اليوم سيد هارت؟ كل مرة بدك تعمل هيك؟ اذا صاير شي مو منيح لازم تخبرنا. انا شبكي انا ولا انتي؟ شو قصتك اليوم يعني؟ روشني شلون بدنا ندقلها ونحكي معها؟ بعد شوي هي بتحكي. لأنه ما بيخلوا الأولاد يحكوا بهالوقت، خلينا نستنى بس يسمحوا لها، رح تدقلنا هي. وبعدين ليش كل هالقد خايفة؟ هذا مقلب مو أكتر يعني، لا تكبري القصة أكتر من هيك بلا سبب. خلينا نحكي يا سيد هارت، شو المشكلة؟ وأنا كمان بدي أطمن عليها، بلكي قصة هالتابوت مقصودة وما أنا مسحة. أنت بتعرف شو هي مشكلتك؟ ما بتعرف تكذب وبيبين عوشك، شو القصة؟ شو